الحمد لله طبعا، يعني خطوه برضو مهمه جدا وكبيره في مشوار البطوله يعني. الحمد لله طبعا يعني، فربنا يقدم في الخير ان شاء الله. دي مباراه كانت كويسه مهمه بالنسبه لنا قبل كمان مشوار الافريقيا. لو عايز اتكلم كمان يا كابتن سيد على المشوار الافريقي بالنسبه لكم، مباراه منانا، الامور بالنسبه لكم الفتره اللي جايه، حضور الجمهور واستاد القاهره شايفه ازاي؟ مباراه مهمه وانطلاقه جيده ان شاء الله بالنسبه لنا. بالتاكيد يعني مباراه في البدايه والمشوار بيبقى صعب اكيد، مش سهل يعني، فهنستعد له كويس وهنحضر له كويس، ورب نكون موفقين في البدايه باذن الله تعالى. مكاسب جيده وقويه، حضور مروان وظهوره النهارده واحراز وهدف كمان، وده اكيد النتائج اللي انت بتطمنك كابتن سيد وبتطمن الجهاز الفني بشكل. من اهم مكاسب اللقاء النهارده هو مروان محسن طبعا، يعني مش مساله الهدف اللي احرزه بس، كمان اداؤه كان ممتاز جدا يعني. شكرا. كل الشكر التقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، بنبارك من جديد للنادي الاهلي وان شاء الله نبارك له في مباراه منانا الجابوني، المباراه الاهم والاقوى، صفحه اتقفلت النهارده، والكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري سيكون التفكير القادم في مباراه منانا الجابوني. مستمرين معاكم ولقاءات خاصه هنا من استاد برج العرب.